الآن ننتقل إلى أخي الكريم الدكتور حذيفة عكاش، مقاصد العقائد في جمع الأمة الإسلامية وإعادة شهودها الحضاري، وأنا أعرفه أنه يختصر اختصاراً، تفضل فأرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، آمين. بداية أشكر مؤسسة الفرقان، هذه المؤسسة الرائدة التي تتيح لنا بيئة آمنة للنقاش والحوار والبحث، ففي كثير من الأماكن لا نستطيع أن نقوم بهذا الانفتاح الفكري وهذا الحوار الحر دون قيود. وكما أخبرنا الأستاذ محمد دريوش أن الشيخ الريسوني، ونتوجه هنا بتحية لشيخنا الحاضر الغائب الشيخ الريسوني، فهو شيخ المقاصد حفظه الله تعالى وأطال الله في عمره، كان يداعب الإخوة في مؤسسة الفرقان ويقول لهم المقاصد تشرق من لندن. نحن في بلاد الشام وفي تركيا نقول المقاصد تشرق من المغرب. الحقيقة أن الباحثين في المغرب يتميزون بثلاثة صفات تجعلهم متفوقين. الصفة الأولى أو السبب الأول الاحتكاك بالغرب، وكما تعرفون عند تلاقح الحضارات يأتي الإبداع. نحن عندما نريد أن نغترب للخليج فنعود محملين بما تعرفون، أنتم تغتربون في أوروبا وتعودون يحتك الحضارة الإسلامية مع حضارة التنوير فتولد إبداعاً. السبب الثاني اتصال خط الفلسفة، فعندنا في المشرق تهافت الفلاسفة، عندكم تهافت، فبقي صلة الفلسفة متصلة. السبب الثالث المقاصد، صح المقاصد نشأت عندنا في المشرق على يد الجويني والغزالي والعز بن عبد السلام، لكن سبحان الله أزهرت في المغرب، ولعل هذا البنادول الحضاري الذي يتحدث عنه منظرو الحضارة أيضا، لعل التجديد هكذا بنادول ينتقل بين المشرق والمغرب. طبعاً ما سأطرحه ليس نتائج نهائية وإنما إثارات وحوار بصوت مرتفع، فالعلوم كما تعلمون تراكمية، ورب ملاحظة أو نقد يلقيه مؤلف أو باحث فيتلقفه باحث أعمق وأقوى، ويشخص المرض بشكل أدق ويشخص العلاج بشكل أدق. فأنا سأطرح بين أيديكم الأفكار لتطوروها إن شاء الله. الذي أنادي به بموضوع العقيدة حتى يخفف هذا التعصب، لأن كما ترون العنوان جمع الأمة الإسلامية، كثير من الأطروحات العقدية تفرق الأمة الإسلامية مع الأسف الشديد، فحتى نخفف من هذا التعصب المذهبي أدعو إلى دراسة العقيدة بشكل مقارن. فكما تعلمنا بالفقه المقارن تخفيف التعصب المذهبي، فطرح العقائد بشكل مقارن أيضا يخفف هذا التعصب، بل ويأتي كل عالم ويرجح كما يشاء مما يترجح له ويطمئن إليه قلبه ويرتاح له عقله، وهذا يخفف هذه الانتماءات. الإمام الغزالي رحمه الله تعالى يشير إلى ناحية مهمة في هذا، يقول لو عرضت مسألة على أشعري وقبلها ثم قلت له هذا قول للمعتزلة سيرفضها، والعكس صحيح، لأننا مع الأسف الشديد معهم عليهم، يعني انتماء، كل ما قالت هذه المدرسة يجب أن نتبناه من ألفها إلى يائها، بينما دراسة الفقه العقيدة بشكل مقارن ستخفف هذا التعصب. مع الأسف الشديد التعصب المذهبي العقدي له تأصيل وتفريع وبني عبر مئات السنوات، وأصبح أشبه بالحائط الذي أصبح كثيفاً، حتى أنه يشبه حائط الذي بناه الحائط بالقرآن الكريم بسورة الكهف ذو القرنين، أصبح كثيفاً بهذا الشكل، فيحتاج إلى تفكيك وبناء جسور بدل بناء هذه القلاع وهذه الحواجز.
ثار نقاش طويل حول موضوع إفراد علم المقاصد بكونه علم. مع الأسف الشديد يعني علم المقاصد هذا العلم الراسخ، هذا العلم العميق، هذا العلم المهم، هذا العلم الذي يجعل الشريعة خالدة وصالحة لكل زمان ومكان ويمكن هذا التوجه، نحن إلى الآن نناقش فيه هل هو علم مستقل أم علم جزء من علم أصول الفقه. كما تعلمون إخواني أخواتي أن العلوم تتفرع مع الأيام، تبدأ علما ثم يتفرع هذا العلم، وهذا في كل العلوم. مثلا في علم الحديث يوجد عندنا علم علل الحديث، مشكل الحديث، علم الرجال، وعشرات العلوم من علم الحديث فقط، مع أن المحدث عندما يمارس الحكم على الأحاديث يستنجد بكل هذه العلوم. أيضا الفقيه المجتهد يستنجد بعدة علوم، علم الأصول، علم المقاصد، علم قواعد الفقه، الكتاب، السنة، وهكذا. فكون أن هذا العلم مرتبط بالأصول لا يعني أننا لا نستطيع إفراده. علم المواريث مثلا، ما يسمى بعلم الفرائض، هو باب من أبواب الفقه، لكن أنا أقول أن المشاحة ومنازعة أن هذا العلم ممكن أن يستقل أم لا ليس الأمر يعني بريء، إنما من ينازع هذا أو كثير ممن ينازع في إفراد علم المقاصد هو أصلا عنده مشكلة بهذا العلم وبهذا التوجه. الآن سأبدأ بمفردات البحث. هذه كانت بعض الملاحظات، خشيت أن تذهب في غمرات البحث فأردت أن أقدمها بين يدي البحث. تأتي أهمية هذا البحث من كونه تأصيلا علميا لمنهج التركيز على قطعيات العقيدة وإهمال الخوض بالجزئيات الظنية التي اختلف فيها علماء العقيدة أصلا، وذلك كضرورة عصرية لمواجهة موجات الإلحاد واللادينية ولتحقيق مقصد توحيد العقيدة عند سواد المسلمين. كثيرا ما نحن ننظر نقول نريد توحيد المسلمين والعقيدة توحد المسلمين. من يقول هذا الكلام أو كثير ممن يقول هذا الكلام عندما تبدأ معه بجزئيات العقيدة يبدأ التعصب ويبدأ يشاح وينازع بجزئيات العقيدة. أيضا من ضروريات هذا التوجه سهولة الدعوة للإسلام وعدم تشتيت المسلمين الجدد بل والقدماء أيضا بالخلافات العلمية الجدلية التي لا تهمهم، بل ربما تؤدي هذه الجدليات بالجزئيات الظنية إلى نتائج عكسية، فبدل أن يكون علم العقيدة يرسخ العقائد يزلزل العقائد مع الأسف الشديد. والتركيز على العقيدة الخاصة بعالمي الغيب والشهادة، غالبا علماء العقيدة يقتصرون على عالم الغيب الذي أدعو إليه في هذه الأطروحة تبعا لأئمة سبقوني، اعتماد العقيدة الخاصة بعالم الشهادة لتحقق مقصد الإجابة عن تساؤلات الإنسان المعاصر وتعينه على القيام بمقصد معرفة الله تعالى وعبادته وطاعته ومقصد معرفة مكانة الإنسان المكرم عند الله سبحانه وتعالى والقيام بمقصد واجبه بعمارة الأرض. المباحث العقدية التي أدعو إليها سبعة مباحث: الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يرسل عبر الملائكة الإيمان بالملائكة، يرسل معهم كتبا الإيمان بالكتب، على رسل الإيمان بالرسل، معهم تعاليم وينذرون يوم التلاق يوم القيامة الإيمان باليوم الآخر. هذا ما يخص عالم الغيب. ما يخص عالم الشهادة الإنسان المكرم والكون المسخر، هذه سبعة مباحث أدعو لكتابة العقيدة والالتزام بهذه السبعة. أين الركن السادس وهو القضاء والقدر؟ القضاء والقدر جزء من الإلهيات من علم الله سبحانه وتعالى، وقد سبقني لهذا باحثون منهم أستاذنا الدكتور محمد عياش الكبيسي في كتابه رسالة الدكتوراه طبعها فيما بعد بعنوان المحكم في العقيدة، فأدرج باب القضاء والقدر في مبحث علم الله سبحانه وتعالى. لماذا هذا التوجه؟ لأننا عندما نفرد الإيمان بالقدر
ونريد أن نعلمه لأطفالنا والمسلمين الجدد والمسلمين كونه ركن من الأركان يثير مشاكل كما تعرفون. يعني نحن كان عندنا مشاكل عندما تعلمنا هذا المبحث، وعندما نعلمه دائما نواجه بسؤال الجبر، هل الله سبحانه وتعالى يجبر؟ بينما لو تكلمنا عن علم الله سبحانه وتعالى وأنه يعلم ما كان وما سيكون غالبا لا يثير أي تساؤلات أو أي إشكالات. ولو رجعنا للقرآن الكريم سنجد أن القرآن الكريم يركز على الأركان الخمسة بآيات كثيرة. ارجعوا للقرآن الكريم، لا يوجد ذكر للقضاء والقدر عندما يعدد الله سبحانه وتعالى أركان الإيمان الخمسة. هذا الموضوع أثار عندي شيء، رجعت إلى حديث سيدنا جبريل عليه السلام برواية الإمام مسلم في صحيحه، موجود الحديث، والقدر خيره وشره. عدت إلى صحيح البخاري، ما لفت نظري أن الإمام البخاري جاء برواية سيدنا جبريل حديث جبريل ولم يأتي بزيادة القضاء والقدر. أثار هذا عندي الموضوع، فتتبعت بصحيح البخاري. عندما ذكر الإمام البخاري باب القدر احتج بحديث الملائكة الذين يكتبون أربعة أشياء، ولم يحتج بحديث سيدنا جبريل. وهنا أطرح إشكال للمتخصصين بالحديث الشريف أن يبحثوا بهذه الزيادة، زيادة والقدر خيره وشره. لماذا لم يعتمد الإمام البخاري على هذه الرواية وأتى برواية الخماسية بالأركان الإيمان؟ والقرآن الكريم دائما يذكر الخماسية لا يذكر السداسية. هذا نقطة بحث أضعها بين يدي المتخصصين. لا أنفي القضاء والقدر، أكيد كلنا يؤمن بالقضاء والقدر، لكن هذا نقطة بحث بركنية القضاء والقدر. سؤال البحث سؤالين صغيرين. السؤال الأول، هل مقصد العقيدة معرفة تفاصيل علم الغيب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ما فائدة العقائد في عالم الشهادة؟ لأن عالم الشهادة كما قلت مغفل مع الأسف الشديد. ولو رجعنا إلى الأسئلة الوجودية الثلاث المعروفة عند الفلاسفة، من أين وإلى أين ولماذا، فكتب العقيدة عادة تجيب عن سؤالين، من أين قبل أن نخلق، ومن أين خلقنا، وإلى أين. طيب وهذه الحياة الدنيا، كما أشار شيخنا الدكتور عصام البشير في الجلسة السابقة، أكثر من 1300 آية تتحدث عن الكون، أين الكون في عقائدنا؟ لعل البعض يقول العقيدة هي أمر غيبي. لا، ليس أمرا غيبيا فقط. ما هي العقائد؟ العقائد هي الأفكار، هي التصورات، هي الاعتقادات التي نجزم بها، وليس لها أمر عملي. أليست هذه العقائد؟ طيب هل العقائد فقط خاصة بالغيبيات؟ حتى لو جئنا لهذا، طيب ما وراء هذا الوجود؟ نحن كبشر، الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن أمر غيبي وهو أن هذا الإنسان مكرم، فهو أمر غيبي أيضا، فالإنسان المكرم عالم الشهادة. طيب هذا الكون، هذا الكون مسخر، وبالتالي لا نخاف من هذا الكون ولا نعبد هذا الكون كما عبدته الأمم السابقة خوفا ورغبا ورهبا. القرآن الكريم أراحنا وقال لنا هذا الكون مخلوق ومسخر لك أيها الإنسان المكرم. طبعا تحدثت عن معالم تجديد علم العقائد لتساهم في وحدة العقائد والشهود الحضاري، والبحث تحدثت أيضا عن ضرورة التجديد وذكرت له خمسة معالم للتجديد. المعلم الأول، ضرورة تسهيل عرض العقيدة والابتعاد فيها عن الجدل الكلامي الذي تأثرنا به بالفلسفة اليونانية والأديان الأخرى التي دخلت لمعرفة تفاصيل الغيب مما لم يشهدنا الله سبحانه وتعالى. المعلم الثاني من معالم تجديد كتب العقيدة، التركيز على مباحث تركيز الإيمان وتثبيت الإيمان، ما سميته بأولوية إنقاذ الإيمان، واقتبست هذا المصطلح من الشيخ النورسي، سعيد النورسي رحمه الله تعالى، يقول هذا ليس زمن الطريقة الصوفية، إنما هذا زمان إنقاذ الإيمان. ونسجت على منواله فقلت هذا ليس زمن الانتصار للمذاهب الكلامية، إنما هذا زمان إنقاذ الإيمان. نحن نختلف حول الصفات والناس أنكروا الذات، نحن نختلف حول التوسل والناس أنكروا النبوة والوحي. فمن أولوية كتب العقيدة المعاصرة أن تعتني بكليات العقيدة وترسخها.
اعتماد العقيدة القرآنية اليقينية مع السنة النبوية الشارحة طبعا، ربط الخطاب العقلاني الموجود في كتب الكلام بالوجداني لتثمر عملا صالحا، وهذا منهج القرآن الكريم. فلا يوجد في القرآن الكريم مباحث فلسفية جافة، إنما يناقش أدق المسائل العقلية معها نفحة روحية عاطفية تثمر عملا صالحا وحبا لله وخوفا لله سبحانه وتعالى وطاعة لله. ضرورة ربط العقائد الخاصة بعالم الشهادة مع عقائد عالم الغيب في كتب العقيدة المنشودة التي ننشدها ونريدها حتى تؤتي ثمارها وتحقق مقاصدها المرجوة. في المبحث الذي بعده تكلمت عن أركان الإيمان في توحيد عقائد الأمة، وتحدثت عن مسألة ما يسمى بآيات الصفات. لماذا أسميها ما يسمى بآيات الصفات؟ لأن الله سبحانه وتعالى عندما تحدث عن الصفات كان واضحا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد، الأسماء الحسنى في القرآن الكريم، فكان واضحا الله سبحانه وتعالى في وصف نفسه. أما بعض الآيات التي وردت في سياقات توهم التجسيم أو التشبيه، فهذه أدعو أن نعيد النظر بتسميتها آيات صفات. وهنا لا نريد، أنا دعوت لتوحيد المسلمين، لا أريد أن نفعل كما فعل أصحاب المؤتمرات الذين ضيقوا دائرة أهل السنة، بل أدعو إلى تسمية المسلمين، هو الذي سماكم المسلمين سبحانه وتعالى، وأدعو إلى قبول المذاهب الثلاثة الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث، المفوضة والمثبتة والمؤولة. هؤلاء الثلاثة كلهم من أهل السنة والجماعة ومن المسلمين. البعض يقول الصحابة الكرام، الصحابة الكرام كل واحد يحملهم على مذهبه، فالمثبتون يقولون الصحابة الكرام كانوا يقرؤون القرآن ولا يؤولونه فهم يثبتون. المؤولة يقولون الصحابة الكرام كانوا فصحاء العرب فيفهمون الآية من السياق، ونحن إلى الآن نستخدم المجاز باللغة العربية، فيأتي رجل ويقول لي اعتني بولدي وأنا مدير مدرسة، أقول له على رأسي، ابنك في عيني، الأستاذ الفلاني يمسك المدرسة بقبضة من حديد، لو طالب شاغب نحن نضع، تعبير سيء لكن الآن نستخدمه، نضع قدمنا في ظهره. هذه الكلمات كلها كلمات عربية إلى الآن نستخدمها، المجاز باللغة العربية موجود. إذن المؤولون يقولون العرب كانوا عربا أقحاحا ولا يحتاجون إلى تأويل، فكانوا يفهمون المعنى المجازي بالقرآن الكريم. إذن الإثبات، التأويل والتفويض. المفوضة يقولون الصحابة الكرام كانوا يقرؤون ولا يؤولون ولا يثبتون وكذا، وكانوا يفوضون المعنى لله سبحانه وتعالى. لو سألنا الصحابة الكرام رضي الله عنهم، والله أعلم، سيختلفوا لهذه المذاهب الثلاثة. لذلك لا نريد أن دائرة وكل مجموعة تدفع الآخرين عن هذه الدائرة، عن دائرة أهل السنة أو المسلمين. هذه الدائرة تسع هؤلاء كلهم، لأن اللغة العربية تسعهم والأدلة تسعهم. ولولا ظنية الأدلة، وهذه قاعدة مهمة تعلمناها من شيوخنا الدكتور البغا حفظه الله، من أول الدروس التي تعلمناها منه قال عندما تكون الأدلة ظنية يختلف الفقهاء، وعندما تكون الأدلة قطعية يتفق الفقهاء. فلولا أن الأدلة ظنية بهذه المسألة لاتفق علماؤنا عليها. المسألة الثانية، هناك مسائل قديمة، مثلا كدارس للعقيدة الأشعرية من بداية طلبي للعلم كان يشكل معي لماذا صفات المعاني والمعنوية، وسأل شيوخي الذين علمونا هذا العلم، يعني كونه قادرا والقدرة ما الفرق بينهما؟ فقالوا لنا، هذا رد على المعتزلة الذين ينكرون تعدد القدماء الصفات القديمة فينكرون صفات المعاني. طيب، هذا المبحث رد على المعتزلة. أنا عندما دخلت ودرست العقيدة الأشعرية لم أكن معتزليا، ولم يكن في حي معتزلة ولا في كل بلدنا معتزلة، لماذا ما زلنا ندرس في المتون هذا المبحث؟ فندعو لتجاوز هذه المسائل للمسلم المعاصر، وعدم كون علمائنا رضي الله عنهم ناقشوها في زمانهم كانت تثار في زمانهم، أما في زماننا فلا يثار هذا الموضوع، فنتجاوز هذا. ليست دعوة لحرق هذه الكتب، لا، المتخصصون لا مانع أن يقرؤوها، لكنها كمسائل تاريخية لا نعيد إنتاجها
ونشغب على المسلم المعاصر بهذه المسائل. هناك مئات المسائل والشبهات الإلحادية هي أولى من هذه المسائل التي كانت تثار في عصرهم. الوقت داهمني كما هو يعني انتهيت؟ لا أنا البحث 55 صفحة، فلذلك لم ألتزم بالأوراق، لأنني لو التزمت بالأوراق سأحتاج ساعة أو ساعتين، لذلك خذ لك الورقة الأخيرة. لا سألتزم بالوقت إن شاء الله، أنا وضعت الجوال وعلى الثانية سأقف إن شاء الله. موضوع عالم الشهادة، عالم الشهادة هناك مسألة خطيرة، يعني كما ذكرنا بعالم الغيب هناك مسائل نبهت على بعضها ينبغي أن نتجاوزها، بعالم الشهادة هناك بعض المسائل أيضا ينبغي أن نعالجها معالجة أخرى. تسخير الكون، بماذا سخر الله لنا هذا الكون؟ وضع له قواعد. بالمختبر أنا أكتشف، أكرر التجربة أكثر من مرة فأكتشف قانونا، هذا القانون ماذا نسميه في شريعتنا؟ السنة، السنن الربانية أو السنن الكونية. نحن في عقيدتنا الكتب القديمة تأتي لهذه العلاقة بين السبب والمسبب وتبدأ بالتنقير والتشقيق والفتق عندها لا بها. الله سبحانه وتعالى يخلق بالسبب ودون السبب وبعكس السبب، وتنقير تنقير بهذا الموضوع حتى أوهن العلاقة السببية في عقول دارسي الشريعة الإسلامية. أما العلوم الكونية لا يتعرضون لهذه المباحث، فهذا المبحث هو أصلاً من الرجم بالغيب. ما أشهدتم خلق السماوات والأرض وما كنتم متخذ المضلين عضدا، نحن لم نشهد خلق السماوات والأرض، فلماذا بالمباحث الكلامية نجزم بأمور ظنية حتى العلوم التطبيقية لم تجزم بها؟ يعني حتى يوجد كثير من العلماء التجريبيين الأوروبيين الكبار يقولون عندها لا بها. دعوا هذا المبحث للتجريبيين، نحن يكفينا أن نقول أن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها. البعض يعني بالوعظ ماذا يقولون؟ الله يخلق بالسبب ومن دون سبب وبعكس السبب، فالنار تحرق أو لا تحرق، ويبدأوا يشققوا بهذا الموضوع. أضرب مثال، طبعا هم يريدون أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى وأن قدرته كاملة، لكن يسيئون من حيث لا يشعرون. أنا لو قلت لك خذ هذا مفتاح سيارتي واذهب به إلى الرباط، لكن انتبه سيارتي بأي لحظة ممكن البريك يفصل، وانتبه المقود بأي لحظة ممكن تسوي يمين يعطي يسار، هل أنا أمدح سيارتي أم أذمها؟ أذمها. لماذا نوهن العلاقة بين السبب والمسبب؟ هذا خلق الله، الله الذي أتقن كل شيء، فالله سبحانه وتعالى أتقن ربط الأسباب بمسبباتها، فنحن نريد أن ننزه الله ونعظم الله فنسيء من حيث لا نشعر. هذه مسألة بسطتها في واستشهدت بأقوال علماء، يعني الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى خلافاً للأشاعرة أثبت هذا الموضوع بالقرآن الكريم، أنبت به، أنبتنا به من طرائف. كنت حاضراً عند أحد شيوخنا من أصحاب النزعة الصوفية والأشعرية، فقام وألقى خطبة حوالي ربع، وهو من البلغاء في دمشق، ألقى خطبة عصماء واستدل بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية على نسبة التأثير للأسباب، مثل أنبتنا به وكذا، فاستحضر النصوص من القرآن والسنة حوالي ربع ساعة، ثم قال هذه أدلة جواز الاستغاثة. تعرفون الاستغاثة، توسل الاستغاثة، فملت إلى زميل كان بقربي وقلت له هذه أدلة الشرك بالله سبحانه وتعالى. هو نفسه الاستغاثة يستغيث بالأولياء وبكذا، هو نفسه لماذا لا تستدل يا شيخنا بهذه الآيات والأحاديث على قوة الأسباب وأن الله سبحانه وتعالى ربط الأسباب بمسبباتها ونسب التأثير للأسباب؟ ابن القيم رحمه الله تعالى عزز هذا ونقلت نصوصه القوية في الدراسة. من المباحث أيضا التي عالجتها في، بقي معي 5 دقائق شيخنا، ساعتي هي التي تحكم. نعم، ليست ساعتي الإنسان. هل تختلف الساعات؟
نحن نؤمن بالسنن، اضطراد السنن. الساعة ساعتي هذه هي حاضر سيدي، حاضر حاضر. الإنسان الإنسان مكلف، الإنسان هذا المكرم مكلف، الإنسان مستخلف مكلف بعمارة الأرض بالعمل الصالح. وعندنا هو اختزالان لمفهومين عظيمين. مفهوم العمل الصالح، فاقتصرنا بالعمل الصالح على موضوع الصدقات، الزكوات، العبادات، بعض الأعمال الصالحة هكذا. مع أن العمل الصالح لو تأملنا فيه، الصانع عندما لا يتقن صنعه هذا عمل غير صالح. الصانع الذي يصنع بالمصنع ويلوث البيئة هذا عمل غير صالح. الذي يضع لك أشياء تضر بالصحة هذا عمل غير صالح. الذي لا يتقن عمله هذا عمل غير صالح. الذي يدخل للمدرس ولا يحضر درسه هذا عمل غير صالح. فتوسيع مفهوم العمل الصالح، هذا الإنسان المكرم المستخلف المأمور بعمارة الأرض بالعمل الصالح، نوسع مفهوم العمل الصالح. أيضا مفهوم الحاكمية، وتكلمنا وتحدثت فيه، أيضا عندنا اختزال شديد لموضوع الحاكمية، تحكيم الشريعة بمعنى تطبيق الجانب القانوني منها، هذا اختزال لمفهوم الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أوسع كثيرا من موضوع القوانين الفقهية بدلا من القوانين الوضعية، هذا منها، لكن هذا جزء صغير من مفهوم الحاكمية. سأدلف الآن إلى التوصيات حتى أنهي على الوقت إن شاء الله. الخلاصة، الانتقال من تعقيد علم العقيدة واجتهاداته الكلامية الظنية إلى بساطة أركان الإيمان اليقينية القرآنية. 2. الانتقال من تنقيرات علم العقائد وتفريق الأمة بناء على تصنيفاته إلى مذاهب وطوائف إلى رحابة عالم الإيمان وجمع الأمة على أركان الإيمان. 3. الانتقال من الجانب النظري ومباحث الجدل في الغيبيات الظنية إلى واجبات العمل وعمارة الأرض الشهودية. 4. الانتقال من جفاف الجدل العقلي إلى خصوبة ونداوة الوجدان القلبي الروحي. 5. الانتقال من المعارك الفكرية التاريخية إلى مواجهة العواصف الإلحادية المعاصرة. 6. الانتقال من الاقتصار على عالم الغيب الميتافيزيقي إلى الاهتمام بعوالم الشهادة الواقعية بشقيها، تسخير الكون وتكريم الإنسان. 7. الانتقال من الاقتصار على عرض العقائد المجردة إلى ربطها بمقاصدها وثمارها وأهدافها. 8. الانتقال من اختزال مفهوم العمل الصالح بالعبادات الشعائرية إلى رحابة طاعة الله، مفهوم العمل الصالح بمعنى طاعة الله في عمارة الأرض الحضارية. 9. الانتقال من التواكل وإهمال الأسباب المادية إلى التوكل القلبي مع إحكام الأسباب المادية والمعنوية. 10. الانتقال من اختزال مفهوم تطبيق الشريعة بمعناه القانوني إلى طاعة الله في كل جوانب عمارة الأرض الحضارية. 11. الانتقال من التشكيك بارتباط الأسباب بالمسببات السننية إلى لزوم اكتشافها واتباعها واحترامها، لأنها صنع الله الذي أتقن كل شيء، إنه خبير بما تفعلون، سورة النمل. الانتقال من اعتقاد جبرية أفعال العباد إلى الإيمان بجبرية الالتزام بقانون الأسباب. فالأول جبرية أفعال العباد غيب وهروب من المسؤولية، والثاني القانون الأسباب شهادة وقيام بالمسؤولية. 13. الانتقال من اختزال التأمل في الكون للوصول للإيمان إلى إعمال السمع والأبصار والأفئدة للوصول لأسرار المخلوقات من السنن. آخر نتيجة، الانتقال إلى الكتابة في العقيدة بالروح التجديدية بدلا من الاكتفاء بالكتابة عن ضرورة ذلك، أي الانتقال من المطالبة بالكتابة إلى الكتابة نفسها وإنتاج ما نطالب به. وشكرا جزيلا. مرحبا، أعطي الكلمة للدكتور محمود النفار آخر معقب فليتفضل مشكورا. شكرا سيدي رئيس الجلسة. بعد شكر الله تعالى
يطيب لي شكر الجهات المنظمة لهذه الدورة المباركة التي جمعت أهل العلم وطلبته لإثارة العقائد بالمقاصد في ضوء فتح الذرائع للائتلاف وسدها أمام الاختلاف والدفع بالدرس العقدي نحو ترقية المكلف من التقليد إلى اليقين ودفعه باتجاه آفاق الفاعلية والخلافة. سوف تترتب كلمتي على ثلاثة محاور: إضاءات فإثارات فإضافات. إن أول ما يلفت النظر في هذا العنوان هو أو في هذا البحث هو عنوانه الذي يبحث الاعتقاد وذهنه مشغول بوحدة الأمة والتحذير من فرقتها وإعادة شهودها الحضاري، وهذا ليس جديدا على الأخ الحبيب الدكتور حذيفة المنشغل بالفكر والمتصل بالقضايا الساخنة، خاصة ما يعتمل في صدور الشباب الذين بفعل الإحباط اندفع بعضهم إلى النكوص والإلحاد. ثاني الإضاءات دعا الباحث إلى تجديد كتب العقائد لتتناسب مع الواقع المعاصر وتجيب على تساؤلاته، فيسهل معها عرض العقيدة من خلال اعتماد العقيدة القرآنية اليقينية وربط الخطاب العقلاني بالوجداني لتحقيق مقاصد الاعتقاد، واستشهد لهذا التسهيل بنص بديع لابن العربي أشار فيه إلى سهولة التوحيد ومأخذه. ثالثها حث على ضرورة ربط العقائد بمقاصدها وثمارها وأهدافها من خلال ما ترجم له بتفعيل عملي للعقائد، ذاكرا فيه جملة: جماعها هداية البشر فيما يهمهم معرفته مما له صلة بالعمل الصالح. ولعل هذه الكلمة هي إجابة على أحد سؤاليه في الدراسة: هل مقصد العقيدة معرفة تفاصيل الغيب؟ ويمكن هنا اقتراح تعبير التصور الصحيح فيما يخدم العمل الصالح، لأن تصحيح التصورات مما يظهر القصد إليه، وتحديد التصور يتناسب مع البعد العلمي الذي تدور حوله العقائد. رابعا، ذكر الباحث جملة من العبارات المفتاحية، فمنها قوله: إن الواقع المعاصر هو زمان إنقاذ الإيمان، وقوله: إن علم الكلام وتناول العقائد فلسفيا دواء لحالات فردية، وقد يعطى للعموم إذا انتشرت شبهات فكرية كوباء عام، وهي تشبه قول الإمام الغزالي: أدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل إنسان، وأدلة المتكلمين مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس ويستضر به الأكثرون، وهي تفيد تصحيح المنظور نحو علم الكلام ومقاصده والتفرقة بين مسالك الإفادة والتدريس العقدي في نظرية فقه العلوم الإسلامية. خامسها، اقترح الباحث ترتيبا جديرا بالبحث والاهتمام، أي ترتيبا لعلم العقيدة أو إعادة تصنيفه. سادسا، حذر من البناء على الاختلاف المعتبر بين أهل السنة في عمليات الإقصاء والتهميش إلى غير ذلك. سابعا، رأى أنه من الضروري عند بيان وشرح عقيدة الإيمان بالقدر قرنها بصفة العدل والرحمة وتنزيه الله تعالى عن الظلم. ثامنا وأخيرا، بيّن أنه لا تلازم بين العقيدة واجبة الاعتقاد وبين القول الحق في كل مسألة يناقشها المتكلمون. المحور الثاني هو الإثارات. تضمن البحث جملة من الأفكار والمضامين الجديرة بالبحث والنقاش حولها بغاية الإثراء والتسديد على قاعدة النصح العلمي والتفاكر بين أهله وطلبته، وهذه التعقيبات هي الأخرى موضوعة للإثراء والتسديد المقابل. الإثارة الأولى: جعل الباحث الإيمان بعالم الشهادة قسيم الإيمان بعالم الغيب، داعيا إلى عدم الاقتصار على عرض عالم الغيب. وأقول إن استعمال الإيمان مع عالم الشهادة غير مألوف بحسب اطلاعي في التراث الإسلامي بشكل عام والمصنفات العقدية والكلامية بشكل خاص، فالشهادة ضد الغيب، وهي الأمور التي يشاهدها الناس، والمراد بالغيب ما لا يدرك بالحواس مما أخبر به الوحي. وإنما ورد الإيمان في الكتاب والسنة مع الغيب كقوله تعالى: الذين يؤمنون بالغيب. وقد تفكرت في العلاقة بين الغيب والشهادة
وصلتها بالفاعلية أو وحدة الأمة، وهو الذي دارت حوله مقالة الباحث، فوجدت ما يتصل بالشهادة من الغيب أمران أو عدة مستويات، منها مستويان سأذكرهما. الأول التنويه بغايات الخلق الإنساني كعمارة الأرض واستخلاف الإنسان وتسخيره وتكريمه، فهي أمور معدودة في الغيب، لأن تكريم الإنسان بإسجاد الملائكة له مما غاب عنا وعرفناه بواسطة الوحي، فلأجل ذلك هو يتصل بالغيب فيدخل فيه من هذا الوجه. المستوى الثاني إنكار ما علم وتيقن تشريع الخالق له، مثل التكليف بالفرائض الكفائية التي تتعلق بفاعلية الأمة وحيويتها، أو إنكار ما أخبر الخالق به بواسطة كتبه ورسله، مثل خلق السماوات والأرض وما شابه ذلك. ولعل الباحث قد انزاح إلى هذا الأمر لسببين. الأول اختياره تعريف الأستاذ محمد المبارك للعقيدة بأنها مجموعة الاعتقادات والأفكار والتصورات التي تؤمن أنها حقائق وتجزم بها، وهو تعريف غير مانع، لأنه يدخل فيه أصول الفقه وأصول التصوف والبدائه العقلية وما شابه ذلك من ثوابت العقل والشرع، وبعضها مقدمات للاعتقاد وبعضها لاحق به. الثاني قوله إن هدف العقائد بيان أجوبة عن الأسئلة الوجودية الثلاثة: من أين ولماذا وأين. فالسؤال الثاني وهو من نحن، اعتبره الباحث خاصا بعالم الشهادة، ومن هنا أدرج الإجابة عنه ضمن علم العقيدة. ونحسب أن لهذا السؤال إجابات متنوعة، فإذا نظرنا في العالم لم ننظر فيه من حيث إنه عالم وجسم وسماء وأرض، بل من حيث هو صنع الله تعالى كما يقول الإمام الغزالي. فيكون الجواب الكلامي على هذا السؤال من نحن بأن نقول للإنسان أنت مخلوق، كما أن الجواب الفقهي والأصولي أن يقال له أنت مكلف. وهناك أجوبة أخرى أيضا بحسب اختلاف المقام والحيثية والسياق. الإثارة الثانية، تساءل الباحث عن فائدة العقائد في عالم الشهادة، وحاول الربط بين التفعيل والتقصيد، وهنا ننوه إلى الفرق بين المقصد والأثر. فمقاصد العلوم هي الغايات والبواعث التي لأجلها كتب هذا العلم، أما الأثر فهو حصول ما يدل على وجود الشيء مطلقا، وهو أوسع دائرة من المقصد. فآثار العقيدة وثمارها تظهر في العبادات الظاهرة، مع أن محل الأخيرة علم الفقه. والأدق برأينا أن تقتصر دراسة تفعيل العقائد لا في سياق علم العقيدة أو الكلام، بل في سياق التفاعل بين العلوم. الإثارة الثالثة، عاب الباحث الفصل بين علمي الكلام والسلوك، وقد وددت لو تأمل الباحث صنيع الإمام أبي حامد الغزالي في كتابه إحياء علوم الدين، حيث أنكر عزل الفقه عن السلوك من الناحية العملية، لا من حيث الفصل النظري العلمي والمنهجي. فالغزالي هو الذي ألف الوجيزة والوسيطة والبسيطة والخلاصة في الفقه، وحينما شارف الحديث عن الفروع في كتاب الإحياء أحال على كتبه في الفروع. وإن السبب وراء عدم هذا الدمج اختلاف المنهج المتبع في كل من العلمين والشريحة المخاطبة به، فعلم الكلام فن جدلي يقوم على النظام العقلي، أما التصوف فهو تجربة نفسية يتمتع بها الإنسان في طريق الوصول إلى الله تعالى، لا يصلح استعمالها في المناظرة، خصوصا حينما يواجه المذاهب العقلانية التي تنادي الاعتماد حصرا على القواعد العقلية. أخيرا الإثارة أخيرا طبعا. والحمد لله رب العالمين. دقيقة واحدة حتى نتخير. اقترح الباحث إدراج عقيدة القضاء والقدر تحت ركن الإيمان بالله لتصبح أركان الإيمان خمسة، على اعتبار أن الإيمان بالقدر جزئية من جزئيات الإيمان بالله، وبالتحديد صفتي العلم والإرادة.
واستعجب رواية الإمام مسلم ما أسماه زيادة أن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولا نتفق مع هذا المقترح لعدد من الاعتبارات. الأول أن الأمة تلقت بالقبول حديث الإمام مسلم، فلا يخلو كتاب من كتب التراث من ذكر هذه السداسية، كما أن هناك عشرات الأحاديث والآيات التي تؤكد الإيمان بالقضاء والقدر كركن من أركان الإيمان، وهي متفرقة وتفيد التواتر المعنوي واللفظي. فمن ذلك قول الإمام النووي: تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد على إثبات قدر الله تعالى، وهذا يدل على مبدأ الركنية. كما أن صحيح مسلم نفسه لا يشتمل على هذه الزيادة في حديث عبد الله بن عمر الذي ساقه الباحث، فهو أيضاً موجود في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة. كما نجد هذه الزيادة عند الإمام البخاري في كتاب خلق أفعال العباد من رواية أبي ذر وأبي هريرة، كما نجدها عند البيهقي من رواية أبي وأبي أيوب الأنصاري، وجميع ذلك يعني يجعل المراجعة أو فالمهم الزيادة موجودة والحمد لله. نعم. وثابتة. شكر الله لك وبارك فيك. طيب. وننتقل إلى الإخوة الكرام الحاضرين.